اللي بدي لكم اياه انه حسب وصيه السيد نواب فالورثه تبعه بالكامل هي ارضين 2000 فدان وخمس مطاحن وست شاليهات وفي ثلاث اراضي على البحر كمان. وصيته انه تنعطى مرت ابنه المرحوم نسبه 50% من كامل الورثه. ممكن بعد إذنك ترجع تتأكد؟ هو مستحيل يعمل هيك شيء، أكيد في غلط بالوراق اللي معك. لا مدام، هاي الوصية انكتبت بإيد السيد نواب وقدامي كمان، يعني أنا كنت موجود وقتها وبعدين هو بذات نفسه وقعها بإيده وبصم عليها. ما بدي شي من هذا الرجال، بدي اتبرع فيهم للجمعيات الخيرية. طيب ماشي مدام، بس رجعي فكري بقرارك مرة تانية. هذا قراري النهائي. ايه ماشي، رح اجي لعندك مشان نحكي بالتفاصيل اكتر ونمشي بالوراق مشان توقعي عليهم، وهيك نحن بنكون خلصنا كل شيء. شكراً لك.